الجيش يستهدف الإرهابيين ناريا في الشيخ سعيد تمهيدا لاستعادة السيطرة على الحي. كاميرا الإخبارية أول وسيلة أعلامية تصل جبل الثردة في دير الزور. ومن المفيد هنا أن نذكر بموقفنا البناء من المسار السياسي، والذي يجب أن يتم في إطار احترام سيادة واستقلال سوريا. على أرضية الميدان الصلبة مواقف حازمة لسوريا وروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ملفات الحدث اغتيال الكاتب والمفكر ناهض حتّر في عمان، محاولة جديدة لإسكات الأصوات المقاومة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الحدث. بين السياسة والميدان رابط لا تنفك عرى. على الأرض في سوريا إنجازات يومية تتحقق بفضل الجيش العربي السوري وحلفائه. في حلب يستهدف الجيش الإرهابيين وسط انقسامات بينهم، اتهامات متبادلة بالهروب أمام ضربات الجيش. في دير الزور استعاد الجيش جبل الثردة بعد اشتباكات مع الإرهابيين كبدهم فيها خسائر كبيرة. واقع ميداني ينعكس ثباتا في خطابي سوريا وحليفها الروسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل بانتقاد مبطن لفشل المنظمة الدولية في أداء مهامها بمكافحة الإرهاب ومحاسبة داعميه، وباستمرار مد اليد للحل السياسي توازيا مع محاربة الإرهاب، في تأكيد جديد أن محور دمشق وحلفائها هو الحريص على الوطن السوري والمنطقة بأسرها. نبدأ ميدانيا من حلب، حيث يستهدف الجيش الإرهابيين في مخيم حندرات، حيث عاد انتشاره في المنطقة بالأمس، وفي الشيخ سعيد ليسيطر على الحي ناريا تمهيدا لتخليصه من الإرهاب. مراسلنا وليد هناي والتفاصيل. مشاهدينا، بعد أعلان قيادة غرفة العمليات العسكرية في حلب باتجاه العمليات باتجاه الأحياء الشرقية من مدينة حلب باتجاه منطقة الشيخ سعيد، عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم الآن منطقة الشيخ سعيد بالعمق مباشرة، هذه المنطقة التي تشهد عمليات تغطية عبر كافة الوسائط النارية باتجاه معاقل الإرهابيين. هذه المنطقة هي تشهد عمليات اشتباكات بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، لا سيما بعد تقدم ملحوظ من قبل أبطال الجيش العربي السوري. قامت هؤلاء الأبطال بتثبيت نقاطهم وبأتم الجاهزية في هذا المحور، لا سيما بأن المعلومات التي وصلت بهجوم معاكس للإرهابيين باتجاه هذه النقاط. وهذه المنطقة لها أهمية بالسيطرة النارية باتجاه حارة الشحادين، هذه المنطقة التي تفصل الإرهابيين بين مناطق السكري ومناطق الصالحين، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تشهد الأحياء الشرقية عمليات مكثفة. نقوم بتجهيز لعملية لتحرير ما تبقى من أحياء شرقية من مدينة حلب، من هون سيتم الانطلاق لتحرير منطقة الشيخ سعيد، وتم امبارح واليوم بعدة رمايات مدفعية وبمساندة الطيران والتأثير على جميع مقراتهم وتكبيد خسائر فادحة.
الآن نتابع عبر الشاشة الإخبارية السورية عملية الاستهداف على معاقل الإرهابيين في الأحياء الشرقية. هذه العمليات التي تأتي ضمن عمليات اقتحام الأحياء الشرقية. ساعات وربما أيام قليلة تفصل أبطال الجيش العربي السوري عن تحرير عدد من المناطق باتجاه الأحياء الشرقية، لا سيما بأن سلاح الجو له الدور الأكبر باستهداف معاقل الإرهابيين. وليد هناي من مشارف الشيخ سعيد جنوب حلب. ويبقى معنا وليد هناي مراسل إخبارية سورية في حلب ليطلعنا على آخر التطورات. تحية لك وليد. نعم حياك الله سناء، أهلا بك وليد. تابعنا قبل قليل واقع العمليات العسكرية الجارية حاليا في الشيخ سعيد، لو نعلم منك ما هي التطورات الميدانية الجديدة المتعلقة بهذه النقطة بالتحديد والأهمية الاستراتيجية للشيخ سعيد، نعلم أنه مرتفع ونعلم أيضا أنه يطل على مطار حلب الدولي أو الطريق إلى مطار حلب الدولي. نعم صحيح سناء، الجيش العربي السوري عندما بدأ بقرار وأعلن قرار الاقتحام الأحياء الشرقية عبر غرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب، اختار النقطة الجنوبية بالتحديد باتجاه الأحياء الشرقية، لا سيما بأن هذه النقاط لها أهمية استراتيجية وأبعاد استراتيجية كبيرة باتجاه باقي الأحياء الشرقية. التقدم يأتي ملحوظا من قبل أبطال الجيش العربي السوري، ولكن يسبق هذا التقدم عمليات مكثفة عبر سلاح الجو والمدفعية باستهداف معاقل الإرهابيين في منطقة الشيخ سعيد. هذا التمهيد يأتي لدخول قوات النخبة ومنطقة الشيخ سعيد، كما تحدثت سناء هي مرتفعة استراتيجيا ونقطة مهمة كونها مشرفة على عدد من النقاط الأخرى بالأحياء الشرقية وصولا إلى منطقة الشيخ سعيد. وجيش العربي السوري ما أن يصل إلى هذه المنطقة يكون قد قسم ظهر الإرهابيين وقام بتفرقة تجمعات بالأحياء الشرقية وفصل منطقة الصالحين والشعار عن المناطق منطقة صلاح الدين ووصولا إلى منطقة المشهد والعامرية، ويكون الجيش العربي السوري دخل في عمق الإرهابيين. وهنا نتحدث عن يعني دخول في الأحياء الشرقية التي هي تتحاصر فيها المجموعات الإرهابية المسلحة، والذين هم بطبيعتهم يقعون يعني تحت تخبط كبير عبر الحصار الذي يأتي باتجاه الإرهابيين في الأحياء الشرقية. العمليات هي مستمرة، أبطال الجيش العربي السوري مستمرون عبر سلاح الجو باستهداف معاقل الإرهابيين على طول المحور والأحياء الشرقية. ولكن هنا ننوه بأن عدد من الأهالي تخرج من الأحياء الشرقية. القرار عندما أعلن من قبل غرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب هي خاطبت من خلاله المدنيين في الأحياء الشرقية بالابتعاد عن نقاط الإرهابيين وتجمعاتهم، لأن الضربات هي سوف تأتي مركزة ومحققة الإصابة 100%. هذا فيما يخص المحور الجنوبي باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة حلب، أما باتجاه الريف الشمال. نعم سنة، بالنسبة لهذه النقطة وليد، إذن الآن هي ضربات مكثفة من قبل الجيش العربي السوري على مواقع الإرهابيين في هذه المنطقة. نعم، فقط تمهيد ناري لتقدم قوات النخبة لربما خلال الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة سنة. نعم، فيما يتعلق بالريف الشمالي أيضا، فيما يتعلق بالتحديد بمخيم حندرات، الجيش يستهدف مواقع الإرهابيين هناك، لو تضعنا في صورة الجديد فيما يتعلق بهذا الموضوع. صحيح، كنت قد ذكرت ظهرة اليوم عبر الثانية ظهرا بأن الجيش العربي السوري هو انسحب من مخيم حندرات بعد استماتة كبيرة من قبل الإرهابيين، وبعد دخول الإرهابيين عبر المجاري باتجاه هذا المخيم، لا سيما بأن انسحاب الجيش العربي السوري أتى لتتمركز في خطوط خلفية ووضع خطة دفاعية وعمليات تضرب معاقل الإرهابيين عبر سلاح الجو. الجيش العربي السوري لن ينسحب من كافة النقاط التي تقدم إليها يوم أمس، أكثر من 25 ما زالت تحت السيطرة. هنالك عدد من التلال الاستراتيجية أيضا تحت سيطرة أبطال الجيش العربي السوري، وأيضا مقطع الشاهر يقع تحت سيطرة أبطال الجيش العربي السوري. الجيش فقط انسحب من نقطة المخيم الذي تقدمت إليه المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه الحواري فيها فقط، ولكن
هنا نتحدث عن عمليات تستهدف معاتل الإرهابيين، لا سيما بأن لن يكون هنالك حسما حتى هذه الساعة سناء، لأن الاشتباكات هي متواجدة. قوات الجيش العربي السوري استعادت واستجمعت قواها لتقوم بعمليات معاكسة وبالهجوم باتجاه هذا المخيم الذي له أهمية استراتيجية كبيرة باتجاه معاقل الإرهابيين، باتجاه دوار الجندول وصولا إلى الشقيف، وأيضا باتجاه العواجة هذه النقطة ونقطة مشفى الكندي التي هي كانت أحدى المحاور التي قامت بالهجوم من خلالها المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا نقطة مقطع البقارة كان هذا المحور الثاني والمحور الثالث الأهم للإرهابيين، هو عبر المجاري التي خرجت منها في منتصف هذا المخيم يوم مساء أمس، وقامت باشتباكات مع أبطال الجيش العربي السوري، وكان الحل الوحيد هو الانسحاب والتمركز للنقاط الدفاعية، ومن ثم هذه اللحظات تقوم الجيش العربي السوري بتجميع قواها من جديد، ومن ثم الاقتحام باتجاه هذا المخيم سناء. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وليد هناي، مراسل إخبارية سورية في حلب. شكرا جزيلا لك وليد، سوف نكون معكم فور ورود أي جديد. ننتقل إلى دير الزور الإخبارية السورية، أول وسيلة أعلامية تصل إلى جبل الثردة وتتابع عمليات الجيش ضد الإرهابيين. مراسلنا أحمد الحمدوش وهذه المتابعة من جبل الثردة. الكاميرا الإخبارية السورية موجود الآن في أقرب مكان لموقع جبل الثردة 2 الذي استهدفه طيران التحالف الأمريكي. طبعا كاميرا الإخبارية السورية هي أول وسيلة إعلامية تصل إلى هذه النقطة المحاذية لمطار دير الزور العسكري. هنا رجال الجيش العربي السوري بشكل يومي يصدون محاولات تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي. سلسلة تلال جبال الثردة الممتدة على نحو 10 كيلومتر فهي تشرف بشكل مباشر على مطار دير الزور العسكري. كما تحدثنا هي سلسلة أو تلال مرتفعة استراتيجية مهمة جدا لحماية مطار دير الزور العسكري. حاولت التنظيمات الإرهابية مرارا وتكرارا السيطرة على هذه النقاط، لم تستطع ولم تفلح. في أحد المرات فجرت أو حاولت أن تفجر 30 سيارة مفخخة لتسيطر على هذه النقطة ولم تستطع بسبب بواسل وقوة رجال الجيش العربي السوري، إلى أن جاء وبإعاز من التحالف الأمريكي بإعاز من أمريكا بضرب واستهداف نقاط الجيش العربي السوري فوق تلال الثردة. جبال الثردة موقع استراتيجي هام بيشرف بشكل مباشر على مطار دير الزور العسكري، بيبعد حوالي من 7 إلى 8 كيلومتر عن مطار دير الزور العسكري. وبعد الانتصار اللي حققته قواتنا في تلة الصنوف، انتقم الأمريكي لهزيمة الدواعش في تلة الصنوف بقصف ثردة 2. قصف الطائرات الأمريكية لثردة 2 استمر أكثر من ساعة وبأكثر من أربع طائرات تم صد محاولات، أي محاولة تسلل بالتصدي لهم، تم تدمير عتاد لداعش وتم تدمير عربات مفخخة لداعش، وهذا الشيء هني كانوا بيعرفوه من لما كنا على ثردة 2 وما كانوا بيسترجوا يقربوا علينا نهائيا. والدليل على ذلك أنه أمريكا بذاتها دخلت بشكل سافر لحتى قصفت القوات الموجودة بسردة 2 اللي كنا نحن فيها. الآن موجودين نحن على محيط مطار دير الزور العسكري تحت تلال جبال الثردة بحماية مطار دير الزور العسكري ومنع أي تسلل لمجموعات إرهابية، وصامدون بإذن الله. معنويات الشباب يعني نزلوا من الجبال واستمروا بالقتال بالدفاع، معنويات النار الحمد لله، وبإذن الله دائما المعنويات بتكون نار، وبنكون عند حسن ظن الشعب اللي حيط أمله فينا. بمحاذاة جبال الثردة في دير الزور للإخبارية السورية، أحمد الحمدوش. ويبقى معنا مراسل إخبارية سورية في دير الزور أحمد الحمدوش، يطلعنا على آخر تطورات. أحمد، ما الصورة لديك؟ أحمد هل تسمعني؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي الإخبارية السورية من دير الزور ومن أحد معاقل رجال الجيش العربي السوري القريب من جبال الثردة. أطلعكم على آخر التطورات الميدانية في دير الزور، والتي تشهد هدوء نسبي على كافة جبهة، على أغلب جبهات مدينة دير الزور، باستثناء بعض الجبهات الذي حدث فيها بعض محاولات التسلل لعناصر تنظيم داعش وتبادل إطلاق النار والاشتباكات بين
رجال الجيش العربي السوري ومصلحة تنظيم داعش الإرهابي. رجال الجيش العربي السوري حققوا إصابات مباشرة في صفوف التنظيم ودمروا لهم آليات كانت تحاول التسلل إلى بعض النقاط، سيما في محيط مطار دير الزور العسكري والجفرة والبانوراما ومحيط الفوج 37. سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجه ضربات قوية ومباشرة لتنظيم داعش الإرهابي، دمر لهم عدد من الآليات والبيكابات المزود عليها رشاشات أسلحة رشاشة، وقتل أعداد كبيرة منهم. الاستهداف كان في محيط جبل الثردة ومحيط أيضا الفوج 137 والريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وآلامهم كثيرا ووصلت خسائرهم حسب بعض صفحاتهم الصفحات الناطقة باسمهم، وصل عدد قتلاهم إلى حوالي 200 قتيل. سلاح المدفعي أيضا استهدف مواقع التنظيم الإرهابي في محيط مدينة دير الزور وحقق إصابات مباشرة ودمر بعض الدشم الذي كان يتحصن بها عناصر التنظيم. التنظيم الإرهابي كعادته بشكل يومي يتم استهداف المدنيين في مدينة دير الزور في الأحياء من بقذائف الحقد، قذائف الهاون. أدت هذه القذائف إلى إصابة عدد من المواطنين وتم تقديم العلاج لهم بعد نقلهم إلى مشافي محافظة دير الزور. هذه كانت آخر التطورات الميدانية في دير الزور. أعود إليكم. أشكرك أحمد الحمدوش مراسل إخبارية سوريا في دير الزور، متابعة للتطورات الميدانية والسياسية. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عمار مرهج الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور عمار، مرحبا بك. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لبنان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسن شقير. تحية لك أستاذ حسن. تحية لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. أبدأ معك دكتور عمار، وبطبيعة ميدان تقدم للجيش العربي السوري في الشيخ سعيد، هذه المنطقة التي تمتلك أهمية استراتيجية، نتحدث عن موقع مرتفع، نتحدث عن إشرافها أيضا على طريق مطار حلب الدولي. ماذا في الأهمية للتقدم باتجاه الأحياء الشرقية لحلب؟ بداية تحية لك وللسادة المشاهدين والرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار. التحية لتلك السواعد لجيشنا الباسل الذين يخوضون المعارك دفاعا عن الشرف والكرامة، لا دفاعا فقط عن سوريا بل دفاعا عن أحرار العالم برمتها. وبالتالي نرى التقدم الدائم والذي يغير في الجغرافيا وبالتالي يغير في الخارطة السياسية العالمية وفي التصريحات الدولية التي تتوالى عبر أقدام بواسلنا. يعني ما نراه مثلا من عمليات في حلب، سواء في منطقة الثردة، في دير الزور، سواء في الجنوب، سواء في شمال اللاذقية، وكل هذه المناطق وهذه المشاغلة للجيش الذي يعمل على نقاط مختلفة في سوريا. وبالتالي ما تفضلت به، أولا كنا دائما نقول أن مدينة حلب باتت هي العقدة الكأداء التي تستصرخ كل دول العالم بدءا من البيت الأبيض ومشاغلة إلى دول أوروبا كلها من باريس ولندن، وكل تقدم للجيش في نقطة معينة هي باتت عقدة لا يستطيع حلها أولئك الذين يستصرخون من باب الإنسانية ومن أبواب أخرى لعلهم يمنعوا شيئا من هذا التقدم الحاصل في مدينة طالما راهنوا عليها سنوات خمس في العدوان على سوريا من أجل السيطرة على حلب. يعني لا مؤامرتهم ولا عدوانهم استطاع أن يسيطر عليها أو أن يرضخ أهرها الصامدين الصابرين في مدينة حلب. الآن التقدم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والعمل المباغت الذي جاء به الجيش من خلال ما حضر له، وبالتالي القدوم إلى منطقة الشيخ سعيد الذي تتفضلين بها، يعني أولا هي نقطة استراتيجية جدا هامة سواء في الموقع الجغرافي وفي إطلالتها على كما قلنا طريق مطار حلب الدولي الذي يعيد الحركة إلى مدينة حلب، وبالتالي يصبح هذا الموضوع قاسما لظهر من يظن أنه قد حيد حلب كاملة. ثانيا يعني
التحرك والتراجع وهذه عمليات ربما هم يظنون بها يعني مثلا عودة بعض الإرهابيين بالأمس من محاور متعددة إلى منطقة حندران، نعم. يظنون أنهم قد حققوا مكسبا عسكريا معينا. أو المعركة عندما تكون مفتوحة يكون هناك دخول وخروج وتمركز وتثبيت مواقع، ففي النقطة الأولى عندما يضرب الجيش منطقة ثم يعود ويدخل إليها الإرهابيين قبل تثبيت هذه المناطق، هذه ليست اللحظة الأخيرة أو الخط الآخر لهذا التقدم. نعم. وبالتالي نحن نقول يعني عملية منطقة حلب الشرقية لو أخذناها من الميدان وقرأنا الصرخة التي خرجت من لندن وباريس وأمريكا مباشرة للاجتماع حول وضع حلب نعرف مدى التأثير وهي الميداني. نقطة هامة جدا، نعم. سوف أنقلها لضيفنا الأستاذ حسن. يتحدث دكتور عمار عن الانعكاسات السياسية خاصة بما يتعلق بحلب، المعركة الفيصل اليوم هي في حلب، ماذا عن الانعكاسات السياسية لهذا التقدم الجيش العربي السوري، وما هي خيارات واشنطن التي تراجعت عن تفاهماتها مع الروسي والتي لا تزال تصر على استخدام النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية؟ نعم، بطبيعة الحال الانعكاسات السياسية لما يجري من معركة حلب نظرا لأهمية حلب في الخارطة السياسية السورية. نحن نذكر أن حلب هي كان يعني تحالف أمريكا لديه مشروع كبير لحلب، ولكن وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع على شاشتكم الكريمة، ولكن استكمالا لما كنا نتحدث ونتناوله دائما بموضوع حلب وأهمية حلب وما مرسوم من خلال حلب من قبل تحالف أمريكا في المنطقة، اليوم نلحظ أن هناك انعطافة روسية مع محور الممانعة حول آلية العمل القادمة في حلب. نحن نذكر أن عندما بدأ عملية التدخل الروسي المباشر في 30 سبتمبر من العام 2015، نذكر أن هناك سلسلة من المواقف والتدابير والإجراءات التي اتخذتها روسيا مع محور الممانعة والتي كانت تهدف فيما تهدف إليه إلى إطلاق العملية السياسية دون أن يكون ذاك التدخل أو نصل إلى ذاك التدخل. التعنت الأمريكي وتحالف أمريكا في المنطقة إضافة إلى تعنت حلفائهم في الميدان أدى بذاك السهم الروسي لأن ينطلق في 30 من سبتمبر، والذي أعاد أولئك بالتكافل مع الجيش العربي السوري ومع الحلفاء في الميدان أعاد أولئك إلى طاولة التفاوض مع هدنة شباط التي حدثت والذي كانت يجب أن تستثمر بالسياسة من خلال إعادة أولئك إلى رشدهم وإلى إطلاق العملية السياسية. تبين أن لدى الروس ولدى حلفائهم في الميدان بأن تلك الهدنة استغلت من قبل تلك الجماعات لإعادة تعبئة مخازنهم. اليوم ما يحدث اليوم من مواقف روسية ومواقف سورية شهدناها من خلال وزير خارجية المعلم ووزير خارجية روسيا لافروف وكل تلك والجيش العربي السوري في الميدان، أن هذه المسألة انطلقت إلى 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 استراتيجية جديدة، بحيث أن الانطلاق اليوم والاندفاع في الميدان لن يكون هناك تراجع عنها قبل أن تقر واشنطن وحلفائها بما جرى الاتفاق عليه في 9 أيلول الحالي، أي وتحديدا موضوع فصل الجماعات الإرهابية عمن تسميهم واشنطن بالجماعات المعتدلة، أي أن موضوع العودة إلى الوراء وجعل المناطق مفتوحة أمام الإرهابيين لكي يتزودوا بالسلاح بحجة التزود بالمعدات الإنسانية والطبية وغيرها، هذه المسألة انتهت. لذلك رأينا أن كيف واشنطن تملصت من ذاك الاتفاق ورفضوا إدخال المساعدات إلى حلب إلى مناطق شرق حلب إلا من خلال وعدم سماحهم لتفتيشها من قبل الجيش العربي السوري، لأنهم كانوا يريدون أن يمارسوا ما مارسوه في هدنة أشباط الماضي. لذلك نقول أن لا عودة إلى الوراء، إما أن يقبلوا بالاتفاق، وأعتقد أن هذه الاندفاع في الميدان لإعادة الاعتبار للاتفاق الروسي الأمريكي الذي جمدته أمريكا وتحالفها، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه ليس لصالح أمريكا ولا تحالفها في الميدان. نعم، أنقل هذه الفكرة للدكتور عمار. يتحدث الأستاذ حسن عن خيارات واشنطن، يقول عليها أو أن تعود إلى الواقع الاتفاق الروسي الأمريكي الحاصل والذي تراجعت عنه الولايات المتحدة والذي أفشلته ما أدى إلى انهيار التهدئة. ما هي خيارات واشنطن اليوم؟ هل تتعاطى بواقعية مع الحاصل؟ نتحدث عن تقدم الجيش العربي السوري في حلب أم تزيد من دعمها للإرهابيين؟
هل الولايات المتحدة كلنا يعرف أنها دائما تشاغل في موضوع الإرهاب وتحاول أن تستثمر بأي نقطة معينة لو على حساب دماء البشرية، لأن لا أخلاق في السياسة الأمريكية، وحاولت مرارا وتكرارا أن تحقق شيء ما. قلت لك أولا عبر المحاولات الإنسانية الباتت مفضوحة لدى العالم كله، يعني مثلا عندما تتحدث هي عن إدخال مساعدات إنسانية وتشترط عليها سوريا وروسيا على أن يكون هناك تفتيش لهذه القوافل الإنسانية، لأن بتنا نعرف أولا المهجرين السوريين الذين كانوا على الحدود لم يعطوهم المساعدات الإنسانية الحقيقية وهم ليسوا خاضعين لحصار معين. ثانيا هناك مناطق في سوريا باتت محاصرة منذ سنوات لم يعيروها عين واحدة كفر والفوعة ومناطق كثيرة. تحدث عن دير الزور أيضا محاصرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. نعم. ومناطق أخرى كثيرة. ومناطق أخرى بطبيعة الحال. نعم. إضافة لذلك اللعب الأمريكي والخداع والكذب الذي بات مفضوحا في السياسة الأمريكية، تضرب منطقة تعاود إلى الاعتذار، تتحدث بمنطقة أخرى وبمنطقة السياسة. أمريكا باتت الآن في تخبط كبير جدا. اقتراب أولا بقي يمكن 110 أيام للإدارة الأمريكية الجديدة. ثانيا تنصلها من الاتفاق الروسي الذي بات يحشرها في زاوية معينة. طبعا في الحديث السياسي رغم كل الدماء ونحن نترحم على أرواح الشهداء وال استثمار الأمريكي البشع والقذر، لكن فعلا أمريكا هي بحاجة أن تصيغ اتفاقا معينا مع الروسي قبل نهاية هذه الولاية والانتقال ونقل الملف برمته إلى الولاية الأخرى. لكن هناك قضية جدا هامة عندما يحدث التقدم، يعني مثلا تحدث ضيفك الكريم وأنا أؤيد كل ما قاله، عندما حدثت عاصفة السوخوي الروسية وبغطائها والتقدم الحاصل للجيش العربي السوري، وعندما أوقف الروس هذه العملية من أجل دفع العملية السياسية باتجاه حراك معين، حاولت أمريكا عندما أن تلعب بهذه الهدنة وأن تستغلها لدعم أولئك الإرهابيين، حاولت مرة ثانية لكن هذا الأمر لم يعد منطليا على أحد، وبالتالي القرار عندما اتخذ في دمشق أن ضرب الإرهاب لابد واستكمال المناطق الشرقية، رغم أن الاجتماع اليوم حول مدينة حلب ولنقاش هذا الأمر بات ملحا بالنسبة لتلك العواصم، لأنه لو أصبح مطار حلب الدولي آمنا سيستصرخ كيري ويقول وكيف لنا أن يعني نقف أمام الروسي إذا طارت كل هذه الأمنيات من بين أيدينا، إذا أصبح مطار حلب الدولي يعني جاهزا للمدنيين، وبالتالي يكون أيضا أمام نقطة تراجع أخرى. يرى نفسه كل مرة الأمريكي يتراجع خطوة عما كان محققا بين يديه، وبالتالي هذا الأمر لا يعود بمكاسب، هو يسرع كثيرا لكنه يظن أنه يستنزف الروسي ويستطيع استنزاف الروسي في هذه اللحظات ويبتزه من أجل أن يقدم شيئا ما من التنازلات حتى يقدم. ألم نسمع بالأمس كيري عندما طالب لو بإيقاف حتى تحليق طائرات الجيش العربي السوري في نقطة ما، علّه يستطيع تسويقها أمام إرهابيه وأمام الدول الحليفة له التي قال لهم مرارا وتكرارا وعبر 6 سنوات تقريبا وهم يقولون يعني كلام لم ينطبق على الأرض، وإذ بهم بعد 5 سنوات ونيف يطأطئون رؤوسهم باعتذارا للرئيس الأسد معترفين بشرعيته شاءوا أم أبوا، متراجعين عن ما فعلوه في دير الزور الذي انقلب عليهم يعني وبالا لما أرادوه ولما خططوه وظنوا بأنفسهم أن ربما يحققوا مكسبا معينا، وبالتالي كل مرة إضافة إلى المسرحية التي تحاول إخراجها أمريكا ضمن البيت الأمريكي بالخلافات التي تحدث بين البنتاغون والبيت الأبيض. تماماً. سوف نفصل في الجزء الثاني من الحوار في المشهد السياسي التطورات الحاصلة والتجاذبات بين الطرفين الروسي والأمريكي، ولكن أبقى في الميدان ومهات لنقطة مهمة دكتور عمار فيما يتعلق بدير الزور. أستاذ حسن، اليوم الجيش العربي السوري استعاد نتحدث عن عمليات في جبل الثردة لما لهذا المكان من أهمية استراتيجية وهو يطل على مطار دير الزور العسكري. فمن خلال هذا التصدي للجيش العربي السوري في هذه المنطقة بالتحديد، أهمية ذلك لإفشال ما يخطط له الأمريكي، وهذه المنطقة هي التي شهدت العدوان الأمريكي على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة. سؤال وجيه جدا سيدتي، أرجو أن أعطى قليلا من الوقت لأشرح للمشاهد الكريم
هذه الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة. أمريكا من خلال ذاك العدوان على جبل الثردة كانت تريد إخراج الجيش العربي السوري من منطقة دير الزور، وهذا ما لاحظناه مباشرة من خلال هجوم داعش على جبل الثردة لكي تصبح المناطق المحاصرة في دير الزور ومطار دير الزور مكشوفة أمام إرهابي داعش، ولإخراج الجيش السوري من تلك المحافظة. لماذا؟ لأن أمريكا عندما دخلت مرغمة في وراثة داعش، في محاربة داعش وترك الاستثمار بالإرهاب بداعش تحديدا، عندما فرض عليها ذاك التحالف المكون من روسيا وسوريا ومحور الممانعة ذلك، أرادت من خلال أن سيطر داعش على تلك المنطقة وتلك المحافظة مسائل استراتيجية مهمة لها وللكيان الصهيوني. نحن نذكر منذ شهرين عندما كان هناك هجوم لمن يسمون بأبناء سوريا الجديدة أو جيش سوريا الجديد وجيش العشائر الذي انطلقت به أمريكا من معبر التنف على الحدود الأردنية السورية العراقية إلى مدينة البكمال ومدينة الميادين في دير الزور، وكان الهدف من تلك المناطق هو قطع ما يسمونه الصهاينة بمسارات السلاح ما بين أطراف محور الممانعة، امتدادا من إيران وصولا إلى الأنبار ديالا والأنبار العراقية وصولا إلى دير الزور وحمص باتجاه الأراضي اللبنانية. هذا المسار السلاح الذي دائما يتحدث عنه نتنياهو. تلك الواقعة أسقط في يد أمريكا عندما صمد الجيش السوري في تلك البقعة وفي تلك المحافظة، وسقوط جبل الثردة لم يؤدي إلى انسحاب الجيش السوري، بل على العكس تمسك الجيش السوري بتلك البقعة ويحاول اليوم استرداد جبل الثردة. لذلك هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية بالنسبة لأمريكا وللكيان الصهيوني، لأنهم يريدون نشر من يسمون بالمعتدلين في تلك الجغرافي من معبر التنف بمقابلة الرطبة العراقية وتدمر السورية إلى وصولا إلى دير الزور، لكي يقطع ذاك المسار في أي هدنة جديدة قد تقوم بين أمريكا وروسيا في الميدان السوري بحجة أن أولئك من المعتدلين. ونتذكر سويا عندما ضربت الطائرات الروسية أو اتهمت أمريكا الطائرات الروسية بأنها ضربت ذاك الجيش الذي يسمى جيش سوريا الجديد، وقامت قيامة أمريكا أن أولئك من المعتدلين الذين لا يجوز لروسيا ضربهم في الميدان. نعم، أبقى في ذات النقطة وهي أحباط اليوم دكتور عمار، ما يحققه الجيش العربي السوري اليوم في دير الزور بإحباط ما يخطط له الأمريكي في هذه المنطقة الجغرافية بالتحديد وهي دير الزور طبعا والمنطقة الشرقية. وهنا نقطة مهمة جدا، يعني أتمنى أن تصبح واضحة للجميع. قوة الردع الآن التي اتخذها الجيش العربي السوري في هذه اللحظات، يعني باتت مرحلة معينة سابقة شكلت إحباط لبعض المواطنين، ربما هي خطة معينة لا يعرف الإنسان البسيط والعادي، إنما يرى ويحس بمشاعره أنه يريد أن يكون له رد معين. وبالتالي الآن أتى الردع المقابل القوي لهذا الجيش في لحظات رأيناه من خلال التعامل مع الكيان المحتل في الجنوب، نعم، والتعامل مع الطائرات الإسرائيلية في اللحظة الحاسمة، وكان ردا قويا، إضافة إلى ما حدث في جبل الثردة ومحاولة أمريكا كانت لسيطرة الدواعش على تلك النقطة. بعد ساعات تم استعادة نقاط كثيرة، ثم اليوم يستعاد منطقة الثردة، إضافة إلى ذلك الضربة التي كانت ردا وقتلت 30 استخباريا، نعم، عالميا. وهذا ردع سوري روسي عالمي أصبح، لتكون رسالة متطابقة للجميع. إضافة لذلك رغم المشاغلة حاولت فعلها ولعبها أمريكا في النقطة التي تفضل ضيفك الكريم بقوله حاولت أخذ هذه المنطقة في دير الزور، نعم الأمريكي جن جنونه من يوم تدمر، عندما تم تحرير تدمر من قبل الجيش العربي السوري البطل ومن قبل الحلفاء الروس بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية وكل الشرفاء في العالم مع الأصدقاء الإيرانيين. فكل هذه الفعلة، خاصة أن مطار دير الزور شهد هجمات عديدة من قبل الإرهابيين وأفشلها الجيش العربي السوري، وبالتالي حاولت أمريكا أن تقول أنها هي تحاول في مناطق، يعني لن تسمح، وهناك لديها خطوط حمراء أن ما حدث في تدمر لن تسمح له في الدير، وحاولت أيضا أخذ المطار ليكون قاعدة لها ربما لتؤسس لعمل ما طرحته في السياسة الدولية ما هو غرب النهر وشرق النهر، هي
أرادت كثيرا من هذه التسويق هذه النقطة مع الروسي أنها هي تريد فصل ما غرب نهر الفرات إلى ما شرق نهر الفرات، علها تقطع المحور الكبير الممتد من إيران إلى العراق إلى سوريا، وهذه نقطة في السياسة ستكون لها مناكفات عديدة في الأيام القادمة بين الأمريكي والروسي لمشاغلة هذا الأمر. لكن للجيش العربي السوري كلمته الفصل والحق، والتي يعني لا يعير الاهتمام لما تصرخ به واشنطن في لحظات يرى أنه لابد من كتابة الكلمة الحق والفصل، وبالتالي يأتي حذاء الجندي العربي السوري ليقف في النقطة التي ضربت بها طائرات التحالف، وليقول منها هنا ننطلق وهنا يكون العلم العربي السوري للجمهورية العربية السورية. نعم، ومن هذه الأرضية من أرضية الميدان الثابتة انطلقت سوريا وروسيا في خطابيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجدد دمشق من منطق المنتصر، طرح الحل السياسي سبيلا وحيدا لحل الأزمة في سوريا توازيا مع مكافحة الإرهاب. قوية جاءت الإطلالتان السورية والروسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71، وزيرا خارجية دمشق وموسكو مثلا البلدين، وجاءت خطاباتهما واضحة محددة. في كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مجموعة من الرسائل، منها التمسك بسيادة سوريا واستقلال أراضيها وإدانة العدوان عليها من قبل الولايات المتحدة وتركيا والكيان الصهيوني وأنظمة أخرى، ومنها أيضا إصرار على محاربة الإرهاب توازيا مع حل سياسي طرحت سوريا بنوده منذ بداية الأزمة، واتضح أن لا سبيل إلاها لإنجاز حل سوري صرف دون تدخل خارجي. ومن المفيد هنا أن نذكر بموقفنا البناء من المسار السياسي، والذي يجب أن يتم في إطار احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها أرضا وشعبا، ويفترض أن يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة بمختلف أطيافها، بحيث تقوم هذه الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة الدستور بدستور جديد يحظى بموافقة السوريين عبر استفتاء شعبي، يلي ذلك انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور الجديد. قبل ذلك بيوم كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن موسكو طالما دعمت الحل السياسي للأزمة في سوريا وأنه لا بديل عن العملية السياسية، منتقدا واشنطن التي لم توفق في عملياتها الخارجية بحجة حماية مصالحها، مشيرا إلى أن التحالف الدولي يتحرك بشكل مخالف للمجتمع الدولي مطالبا إياه بالتنسيق مع دمشق. ما بين سطور خطابي العاصمتين انتقاد للمنظمة الدولية على تقصيرها في محاربة الإرهاب وردع الدول الداعمة له، وعلى ازدواجية المعايير في إطلاق تسميات المعارضة والإرهاب. هنا وهناك منطق قوي ومتماسك يرى متابعون أنه يستند على قدم ثابتة في الميدان، الذي وأن لم يخلى من عمليات كر وفر لكنه ثبت على المستوى الاستراتيجي معادلة قوة فشل الإرهابيين وحلفائهم في كسرها. أعود إليك دكتور عمار، إذن رسائل سورية روسية مشتركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا في مضامينها؟ طبعا أؤكد ما تفضلت به أن بلغة المنتصر، سوريا تقول بلغة المنتصر. قد يتساءل البعض مقدمة عندما يكون هناك قرار استراتيجي باتباع استراتيجية العزل والحصار في السياسة والميدان، ولا يكون هناك وقوع في مطبات الهدنة وغير الهدنة، ويكون هناك قرار استراتيجي مبرم من قبل روسيا وحلفائها في الميدان بالتقدم كما يحدث اليوم في حلب الشرقية من خلال حي الشيخ سعيد وغيرها من المناطق، لابد لأمريكا أن تلتجئ مجددا لطلب الهدنة وحسب الشروط السورية. أي تكاسل يعني بين قوسين، أي تكاسل أي تباطؤ في تلك العمليات سيؤدي إلى أمريكا بإطالة الوقت أكثر فأكثر في لكي تستنزف روسيا وحلفائها في الميدان، وهذه النقطة أساسية روسيا تدركها جيدا
إيران تدركها جيدا. التدخل الروسي في سوريا والتدخل والاشتراك مع إيران والجيش العربي السوري لا بد له من الخلاص من الاستنزاف. كيري قبل الانطلاق في مفاوضات جنيف قال لمن يتبعون لهم في السياسة: إذا لم تذهبوا إلى طاولة التفاوض، وكان الميدان حاميا جدا، إذا لم تذهبوا إلى طاولة التفاوض فإن روسيا ستأخذ 3 أشهر مع حلفائها لتنظيف سوريا من المسلحين. هذه الاندفاعة هي التي ستجلب أولئك إلى التفاوض رغما عنهم وليس إكراما لروسيا أو حلفائها في الميدان. أشكرك الأستاذ حسن شقير الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن. أعود إليك دكتور عمار، تجاذبات وسجال بين الطرفين الروسي والأمريكي، هل تبقى ضمن هذه الحدود دكتور عمار أم تتطور، أم أنه بالإمكان بالفعل إحياء التفاهمات المشتركة بين الطرفين؟ يعني هناك محاولات روسية كبيرة من قبل القيصر الروسي الرئيس بوتين لتجنيب العالم الحرب العالمية الكبرى الثالثة التي لا تبقي ولا تذر، ومع تقدم التكنولوجيا ستختلف عن الحربين الماضيتين، وهذا ما شهدناه عندما كانت عاصفة السوخي التي قلت لك بتقدمها تسحق الإرهابيين، وصلت إلى مشارف حلب وقف، وهذه الوقفة يعني وقف ليقول نحن مع التقدم قد يعني نتقبل ونأخذ ونعطي في التفاوض، ليقول أن المنتصر ليس هو الذي يسحق العالم فقط. لكن العقلية الأمريكية والتجاذبات التي تحصل والضغوط الصهيونية في اللوبي الصهيوني على الولايات المتحدة والإغراءات الخليجية الأموال التي تدفع أمام هذا، يعني تسيل اللعاب أمام الأمريكي، إضافة لذلك هو يريد أن يستنزف. لكن هنا نقطة فعلا جدا هامة، الميدان عندما يتم التقدم الكبير الميداني للجيش والسيطرة الكاملة، يعني عندما يتم مثلا أمل في تحرير الأحياء الشرقية مباشرة في مدينة حلب وعودة المطار إلى العمل، هذا يرغم الأمريكي مباشرة إلى العودة إلى التفاوض ويرغمه بأي شكل من الأشكال، وهو يريد مغازلة في بعض التنازلات، لكن يفهم جيدا هذا الأمر الروسي ويفهمه الإيراني والسوري وكل حلفنا المقاوم الذي يصارع من أجل البقاء والوجود ضد هذا الكيان الغاصب وضد هذا الاستعمار الغاشم. وبالتالي نعم التقدم والميدان هو الذي يعيد الأمريكي مرغما مزلولا إلى كل ما نتمناه نحن في عودته المبكرة. أما رمي هذا الموضوع في حضن الإدارة الأمريكية القادمة هو ليس في مصلحة العالم اليوم. الأسبوع القادم يعني أمامنا أسبوع، وما يحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يحدث في أروقة مجلس الأمن، ضمن هذا الأسبوع إذا استطاعوا أن يعيدوا التفاهم إلى ما خططوه لكن بنوايا أمريكية حقيقية لا خبيثة، لأن النوايا الخبيثة كشفت كلها، يعني أوقفوا المساعدات الإنسانية، طيب مرق 10 أيام، لو أنه تم تفتيش هذه المساعدات كان مرق أقل ما يمكن الآن 50 شاحنة. لكن مدخر الإدارة الأمريكية البنتاغون بالتحديد هو رافض لهذا التعاون مع الروسي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هناك قلنا نحن في مسرحية أمريكية دائما كنا حفظناها من أيام علاقتنا بالتفاوضات العالمية، ثانيا نعرفها نحن من الخبز السرطاني الإسرائيلي أنهم يتبادلون الأدوار والأصوات ضمن البيت الواحد، وبالتالي هذا الأمر قرار أمريكي كامل، يعني كما فعلوا بتبادلات مع حليفهم أو ذيلهم السعودي عندما ساعة يقولون الرئيس الأمريكي يوافق، ساعة الكونغرس يعترض على اتهام السعوديين في ضرب البنتاغون. وبالتالي لا، هناك قدرة لوزارة الخارجية خلال الأسبوع القادم، وإن حصل بعض التمردات الداخلية في ضمن البيت الأمريكي من وزارة الدفاع كما حصل التمرد في ضرب الثردة في دير الزور، واضطرت الخارجية أن يعني مباشرة أن تسرع لتحتوي الموضوع وتعتذر، كذلك تملك القدرة الكاملة
الآن الخارجية أن تقول وأمام الضغط العالمي أن الإرهاب بات يتمدد وأن يعني السوري والدبلوماسي لافروف ووليد المعلم يخرجون كل ما في جعبة كيري، وكلما طال الوقت كلما خسر هو يحاول أن يستنزف ويلعب. طبعا الأمريكان لعبوا على استنزاف روسيا كما حصل معها في أفغانستان أن يدخلوها في المستنقع السوري، لكن هي تلعبها بدقة وبحذر وبذكاء يعتمد به على العقل الرئيس الروسي الذي أثبت للعالم كم هو راجحا وحكيما في هذا الموضوع. وبالتالي نعم لدى الأمريكي رغبة، وهناك فرق كبير بين الرغبة والقدرة، يعني لديه رغبة أن يستنزف الجيش السوري ولديه رغبة أن يسحب الروسي إلى مستنقع، لكن هو يرى أمام عينيه أن هذا الأمر لم يحصل ولن يحدث، وكلما تأخر به الوقت كلما تحقق في الميدان شيء يختلف. دكتور عمر نعم أخيرا بأقل من دقيقة، هل يبقى تحقيق مسألة تحقيق تقدم في العملية السياسية معلقة في هذه المرحلة أمام عدم وجود إرادة دولية وإقليمية بالتوصل إلى حل نتحدث عن الأمريكي بشكل بالتحديد؟ يعني قلنا نحن أمام الأسبوع القادم ستتبلور بشكل كامل هذه العملية، هناك تجاذبات وشد ورخي قد يقودنا إلى إلقاء هذه العملية إلى حضن الإدارة الأمريكية القادمة، أو قد يعني تتخذ قرارا حكيما الإدارة الأمريكية بعودتها إلى التفاهم الروسي السوري بدون خبثنة، ولكن هذا يحتاج إلى الأسبوع القادم في التجاذبات التي نراها. نعم. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من استوديو الحدث، فاصل ونعود. أما الآن ننتقل إلى غرفة الأخبار للاطلاع على آخر التطورات. كاترين عظيمة تحية لك، كاترين تفضل. تحية لك يا سناء. آخر المستجدات نبدأ مباشرة من فلسطين المحتلة، حيث استشهد الأسير الفلسطيني ياسر ذياب حمدونة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن تدهور الحالة الصحية للأسير حمدونة والإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال أدى إلى استشهاده. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين من محافظة الخليل والقدس المحتلة خلال مداهمتها عدد من المنازل وإطلاقها القنابل الصوتية الحارقة والغازات السامة المسيلة للدموع. أحبطت القوات العراقية هجوما لإرهابي داعش على مدينة هيت غرب الرمادي وقضت على 40 منهم. ونقلت مصادر إعلامية عن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي قوله إن القوات العراقية صدت هجوما للتنظيم الإرهابي على مدينة هيت وقتلت 40 إرهابيا، مبينا أن التنظيم الإرهابي هاجم المنطقة بصواريخ وقذائف وأسلحة مختلفة. إلى اليمن، فقد قتل 7 مدنيين وأصيب 10 آخرون على الأقل من أسرة واحدة جراء استهداف طيران النظام السعودي منزلهم في محافظة إب. وذكر مصدر يمني أن من بين الجرحى نساء وأطفال وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة إلى جانب استمرار انتشار جثث الضحايا من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن معظم ضحايا الغارة من أسرة واحدة. ختام الموجز، نعود إليك سناء لمتابعة ملفات الحدث. شكرا لك كاترين. أقدم إرهابي صباح اليوم على اغتيال الكاتب والمفكر الأردني العربي ناهض حتر في العاصمة عمان، حدث هز الأوساط الأردنية لدلالاته الأمنية والسياسية قبل كل شيء. ففي الشكل تم تنفيذ الجريمة على بوابة القصر الذي يفترض أن يكون للعدل في عمان، وفي التوقيت يأتي الاغتيال بعد نحو أسبوعين من إطلاق السلطات الأردنية صراح حتر ليحاكم طليقا على ما اعتبره الإخوان المسلمون في الأردن إساءة للذات الإلهية. وفي المعاني هو اغتيال لصوت طالما جاهر بدعمه المقاومة ورفضه الإرهاب
وبالانتقاد لسياسة النظام الأردني ضد سوريا، كما يعيد الاغتيال طرح قضية استهداف الأصوات التي تقدم نموذجا مختلفا عن الفكر الإلغائي الذي يريدون فرضه على المنطقة. لم يمت ناهض حتر برصاصات ثلاث استقرت في رأسه صباح الأحد على مدخل قصر العدل في العاصمة الأردنية عمان. نزيفه بدأ قبل ذلك بكثير، يوم بدأ الوطن العربي بأسره يعاني خنجر الإرهاب المسموم. في تفاصيل الخبر أن إرهابيا أطلق النار على الكاتب ناهض حتر فأرداه قتيلا، وما لبثت السلطات الأردنية أن ألقت القبض على القاتل بعد وقت ليس بطويل. وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن قاتل ناهض حتر دخل الأردن يوم السبت قادما من بلد مجاور لم تسمه، وأنه كان يرتدي دشداشة وهو ذو لحية طويلة. معلومات كثيرة عرفت من قبل السلطات الأردنية في وقت قصير. استحقاق أمني مهم أو؟ السلطات الأردنية كانت أطلقت سراح حتر في الثامن من الجاري بعد اعتقاله على خلفيات نشره صورة كاريكاتورية زعم منتقدوه أنها تسيء للذات الإلهية، فيما نفى المغدور الأمر مؤكدا أنه كان يوجه الانتقاد للإرهابيين الذين يقتلون الناس بسم الله والدين. الكاتب والمفكر الأردني العربي المقاوم كان مجاهرا بانتقاد الفكر الإرهابي التكفيري الذي تعاني منه منطقتنا، وبتوجيه اللوم للنظام الأردني على دعمه الإرهابيين في سوريا والمنطقة وفتح حدوده لموجات من الإرهاب ضد قلعة العروبة. قتل ناهض حتر بسبب رأيه السياسي المقاوم على يد من قضى عمره يحاربهم بالكلمة الحق وحق الكلمة، إلا أن مواقفه الصلبة في دعم المقاومة ونهجها ورفض الإرهاب ورعاته ستعيش كثيرا، لأن القاتل قد يغتال الجسد لكنه بالتأكيد لا يسقط الفكر. متابعة لهذا الموضوع نرحب من جديد بضيفنا في الاستوديو الدكتور عمار مرهج الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك من جديد دكتور عمار، وينضم إلينا من الأردن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ضرار البستنجي. تحية لك أستاذ ضرار والعزاء للشعب الأردني. تحياتي لك والعزاء لكل صاحب رأي ولكل قلم حر في أمتنا العربية. أستاذ ضرار، اغتيال الكاتب والمفكر ناهض حتر اليوم، ما هي المؤشرات الخطيرة التي تحملها هذه الجريمة البشعة لجهة نشر التوحش، لجهة نشر هذا الفكر الظلامي لقتل الفكر التنويري في الأمة؟ نعم، يعني اسمحي لي في البداية أن أعزي الأردن والأردنيين، أن أعزي كل مخلص، أن أعزي سوريا، أن أعزي محور المقاومة، أن أعزي كل صاحب قلم حر يسير على الخطى التي سار عليها ناهض حتر والتي دفع ثمنها من دمه بكل وضوح. في التفاصيل أو في الشكل قبل الخوض في التفاصيل، جريمة اغتيال الشهيد ناهض حتر أبشع من أن توصف من جهة، وهي في ذات الوقت وصمة عار في جبين التاريخ العربي وفي جبيننا للأسف الشديد أمام هذه الجريمة البشعة الغير مسبوقة في الأردن، إضافة إلى أنه هي رسالة للأسف الشديد بعدة اتجاهات. نعم. هي رسالة للأجهزة الأمنية وللحكومة، هي رسالة لكل المخلصين، هي أيضا رسالة كل مخلص خارج الأردن حتى على امتداد الوطن العربي، هي رسالة لكل من يعتقد بأن الإرهاب تقف حدوده عند قطر عربي دون آخر، أو أن الإرهاب ستقف حدود جرائمه طالما هناك من يحميه ويدعمه، أو أنه لا يمكن أن يرتد إلى الداخل. الإرهاب اليوم يا سيدتي يضرب حيث ويرتد إلى كل من يدعمه في كل الدول التي دعم فيها أو على الأقل ترك ليسرح ويمرح فيها وساهمت في أن يدخل إلى سوريا ليقتل ويخرب ويدمر. نعم. هذه هي الجريمة التي ارتكبت اليوم، هي جريمة بحقنا جميعا، بحق الأردن، هي جريمة بحق الرأي، جريمة بحق الموقف، جريمة بحق المدافعين عن العروبة وعن المقاومة، جريمة بحق المدافعين عن سوريا، بحق المدافعين عن حق التعبير، جريمة بحق الرافضين للفتنة، جريمة بكل الأوجه، هي جريمة بشعة ومدانة ومرفوضة
ولا يمكن ولا يجوز أن تمر دون حساب أو أن يكون ما بعدها كما قبلها. نعم، نقاط جد هامة طرحتها أستاذ درار نتوسع بها جميعا. نبدأ من المؤشرات الخطيرة التي تحدث عنها الأستاذ درار لارتكاب هذه الجريمة البشعة، لاستهداف حرية الكلمة، لقتل الفكر التنويري اليوم في الأمة، ومحاولة لنشر هذا الفكر الظلامي ونشر التوحش أيضا. طبعا في البداية أتوجه إلى العائلة الصغيرة للسيد حتر بالعزاء والرحمة على روحه الطاهرة، وإلى الأحرار من شعبنا في الأردن العزاء الخالص لهم. وأيضا يعني أتوجه إلى عضويتنا وهو زميل لنا في عضو في المؤتمر الدائم لمناهضة الفكر الصهيوني الأمريكي في المنطقة. طبعا ما تحدثتم به على قتل الكلمة، أولا سيكسر الآن المتضامنون مع حتر كما يكسر المعزون وباقات الورود بعد أن يرحل الإنسان، وهذا سؤال للشعوب العربية التي قامت بثورة مع حرق البوعزيزي. ألا نستحق الآن ثورة جديدة للوقوف مع الكلمة الحرة ومع القلم الصادق الذي يقف في وجه الرصاصة؟ يعني أليس عار في الأمة العربية والإسلامية أن يقتل ناهض حتر ويبقى أبو بكر البغدادي والجولاني يلعبون في حيثما شاءوا، وأحمد الأسير الذي حرض في لبنان يبقى في السجن ولا تطاله يد غادرة؟ ثم تحدثوا على الإساءة إلى الذات الإلهية. الذات الإلهية كثير من الكتاب الأجانب أساءوا لها، والصور المسيئة للنبي كلنا يعلم، ونزلت عشرات الآلاف من المسلمين في الشوارع، لم يتبرع أحد منهم لقتل ذاك. لكن وأيضا في سؤال لبعض أهلنا المضللين في الأردن، كانت السفارة الإسرائيلية تبعد أمتار عن المكان الذي قتل به في قصر العدل طبعا، وقتله أمام قصر العدل يدعونا يسأل هل هناك قصر عدل؟ لو كان هناك قصر عدل لما قتل الكاتب ناهض حتر، لأن الدلالة كبيرة جدا وصعبة. أنا أقول قتل ناهض حتر كما أتى وورد في تقريركم عندما من زمن وليس الآن، قتل عندما قتل الثور الأول، وهذه جملة معروفة لدينا عند العرب. وبالتالي رأينا استعراضات وعضلات عندما حرق معاذ الكساسبة، ورأينا محاولات كثيرة لإظهار أن سيحارب هذا الفكر. لكن أعتقد قتل حتر بالأمس، البارحة أيضا، وكل يوم يقتل ناهض حتر. البارحة عندما من أنجح 16 واحد من الإخوان المجرمين في الأردن في الانتخابات هو شريك في قتل ناهض حتر. نعم، نحن في معركة في العالم بين النور والظلام، وبين الكلمة والرصاصة، وبين الحقيقة، وبين الطرف الظلامي الآخر. دعني أبقى في ذات النقطة دكتور عمار وأنقلها الأستاذ درار، الانعكاسات أستاذ درار على الداخل الأردني وما يتهدده اليوم لجهة نشر هذا الفكر الظلامي التكفيري. نعم، يعني أنا أحيي ضيفك وأضم صوتي إلى صوته، لكن أيضا في الإجابة على السؤال تطرح مجموعة من التساؤلات. نعم، تساؤل حول مدى انتشار وترعرع هذا الفكر الإرهابي في الأردن، قدرة هذه الخلايا النائمة التي يقر الجميع بوجودها في الأردن وفي غير الأردن من الأقطار العربية، قدرتها على التخطيط والتنظيم والتدريب والتسليح واقتناص الفرصة المناسبة عبر المراقبة من أجل استهداف واغتيال كل من يخالفهم الرأي. يطرح سؤالا أيضا عن القادم، المخطط القادم للأردن. أنا لا أستطيع أن أقرأ الإرهاب بمنطق أن شخصا قد أطلق رصاصة على كاتب صحفي دون أن أضعه في سياق الحقيقي. الإرهاب له جذور، له امتدادات تصل إلى المخطط الذي يخطط للمنطقة بشكل عام. تبدو ملامح واضحة في سوريا صحيح، لكن الأردن ليس بعيدا عن الاستهداف، وهذا له إرهاصات واضحة. وأعتقد وأخشى بأن ما حصل اليوم أحد صور هذا الاستهداف للأردن. هذا يطرح تساؤلات عديدة على الحكومة الأردنية أن تجيب عليها قبل غيرها. لكن أيضا قبل أن ندخل في الموضوع أريد أن أوجه رسالتان أساسيتان. أولا
الشهيد ناهض حتر لم يقتل لموقف خلافي حمل فيه سلاحا. ناهض حتر هو مجرد من كل سلاح إلا من القلم، قتل لموقف سياسي ضد من يقصي الآخر، وباستشهاد اليوم هو يثبت بأنه كان على حق وأن الآخر هو الذي لا يقبل رأيا مخالفا بدليل ما حصل. القضية الأخرى، كل محاولات إثارة قضية أنه قتل على قاعدة مذهب طائفة أصل عرق، هذا ليس صحيحا البتة. وأنا أحذر على المشاهد العربي أن يحذر من هذه المفردات التي يحاول البعض من الآن استخدامها لحرف القضية عن وجهتها الحقيقية. ما حصل هو اغتيال من قبل مجموعة إرهابية لا تقبل الآخر، اغتيال لناشط وكاتب سياسي لأنه قدم رأيا مخالفا لرأيهم. ثم حتى قضية الرسم الذي تم الحديث عنه طويلا، هذا الرسم قام الكاتب بمشاركته، لم يقم برسمه، وقال في بيان لاحق أقرب إلى الاعتذار بأنه قصد أن يوضح ما هي رؤية المتطرفين لرب العالمين. هو لم يقصد أبدا أن يسيء لرب العالمين وفق كلامه، يعني لا يجوز أن نعلم بالنوايا أو أن نتعامل وفق النوايا، هو الذي قال ذلك. ومع ذلك الذي يخطط لتخريب الأردن والذي يخطط لتخويف كل من لديه رأي مخالف وخسئ لن نخاف، هذا العقل وهذا التيار الذي يخطط لتخويفنا ويخطط لاغتيال الموقف الآخر هو الذي أقدم على اغتياله. لكن أبشر كل المخلصين في الوطن العربي، هذه الجريمة البشعة ستكون سببا في مزيد من التراص بين كل المخلصين في الأردن، ستكون سببا في أن نبقى مصرين على موقفنا ونصر أكثر على أن الدولة الأردنية أن تقف في الخندق الواضح الصحيح لجهة محاربة الإرهاب. لكن أستاذ درار فيما يتعلق بهذه النقطة سوريا لكي تحارب الإرهاب بشكل حقيقي، لأن بدأنا اليوم بشكل واضح نلمس تداعياته على الداخل الأردني. اليوم هل بات الأردن هدفا لتمدد هذه الجماعات الإرهابية برأيك أستاذ درار نتيجة التساهل مع الإرهابيين من قبل السلطات الأردنية؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني حتى لا نحمل الشهيد أكبر مما يحتمل، يعني لا أريد أن أخوض في تفاصيل، لكن أذكر المشاهد بأن سلسلة من العمليات التي يعتبرها البعض بسيطة في الأردن، سواء عملية الاعتداء على مبنى المخابرات في منطقة عين الباشا وقت الخمسة من أفراد المخابرات العامة الأردنية، أو التفجير الذي حصل في منطقة الرقبان على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، أو حتى خلية الإرهاب في إربد في شمال الأردن التي استطاعت الأجهزة الأمنية أن تحاصرها قبل أن أو أن تلقي القبض عليها وتشتبك معها قبل أن تنفذ مخططها الإرهابي الذي ثبت وفق الأجهزة الأمنية بين الإرهابي. نعم، أنا في تصوري يراد مرة أخرى جر الأردن إلى مستنقع الإرهاب أولا وإلى المخطط الذي يحاك للمنطقة، سواء مخطط تقسيم المنطقة وإعادة الهيمنة عليها بشكل أكثر قدرة، أو مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر الأردن، أو على الأقل مخطط نشر الإرهاب بشكل أكبر للاستفادة من أكبر بقعة جغرافية يمكن عبرها تحسين شروط العدو الأمريكي الصهيوني وحلفائه، للأسف الشديد حلفائه في الخليج العربي وتركيا، من أجل تخفيف الضغط الذي وقعوا فيه اليوم في سوريا بحكم عدم قدرتهم على الانتصار. ببساطة نعم الأردن مستهدف، وبالتالي الشعب الأردني مطالب بمزيد من التماسك، مطالب بنبذ الفتنة، مطالب بالحذر من بعض الجهات التي تحاول أن تصيغ خطابا فتنويا طائفيا إقليميا مستخدمة أو مستفيدة من هذه الجريمة الغادرة الخطيرة غير المسبوقة. وفي ذات الوقت لابد من إعادة وضع البوصلة على سكتها الصحيحة. محاربة الإرهاب وحماية الأردن تتم عبر الوقوف إلى جانب من يحارب الإرهاب بشكل حقيقي، عبر استنكار الاغتيال السياسي، عبر استنكار ورفض كل من يتحدث بمنطق طائفي أو ديني أو حتى إقصائي أيا يكن شكل الخطاب فيه. نعم دكتور عمار، ذكرت نقطة قبل قليل
في الدلالات، تحدثت عن الدلالة من اغتيال الشهيد نهاد حتر أمام قصر العدل. نبقى في ذات النقطة أيضا ونتحدث عن مسؤولية التي تتحملها السلطات الأردنية والسلطات الأمنية والجهاز الأمني بالتحديد فيما يتعلق بذلك. احنا قلنا لو أن كان هناك قصر عدل لما قتل نهاد حتر. الحكومة الأردنية وأي حكومة في العالم عندما لا تحاول أن بأبسط الأمور أن تحمي نخبها وأبنائها هي شريكة في القتل. يعني نهاد حتر أعتقد الجميع يعلم أن التهديدات كانت واضحة قبل قتله، وأن القاتل كان يستطيع أن يقتله في أمام بيته أو في مقهى معين، كان أسهل من الناحية الأمنية عليه، لكن عندما يأتي إلى منطقة من المفترض أن تكون معززة بالجهات الأمنية فهي كانت رسالة كبيرة. لكن هذه الرسالة الكبيرة وماذا تستطيع السلطات الأردنية أن تفعل إذا كانت هي تابعة لجهة بريطانية وهي مستعمرة تردد وتفعل كل ما يعني ما يقال هذا الموضوع؟ هي لو كانت جادة في حرب الإرهاب كانت استبقت كل هذا الأمر، وبدل الزعرانات والاستعراضات التي قام بها قياداتهم أيام قتل معاذ الكساسبي كانت اتخذت موقفا سريعا. يعني احنا في جريدة الجريدة الفرنسية سافر رئيسهم للتضامن، مليكهم سافر للتضامن مع الفرنسيين اللي انقتلوا في الجريدة، هل نراه يتضامن مع نهاد حتر بنفس الطريقة وبتصريح علني؟ ولكن أيضا نهاد حتر لم يقتل كما قيل فقط لرسمه ولإساءته، الذين قتلوه تحت هذا المسمى هم يوميا يسيئون للذات الإلهية، أصلا لا يسيئون فقط هم يقتلون الذات الإلهية. يعني من يذبح طفلا في حندرات هو يذبح الذات الإلهية، في يعني يصنع يقتل صنيعة الله في الأرض. لكن القضية مع نهاد حتر أعتقد نحن في عنا بالقرية مثل كان ينقال بالشعبي أنه مو من الرماني القلوب ملياني، هم يعني بالمعنى العام قتلوا عروبة نهاد حتر، قتلوا وطنيته، قتلوا مواقفه يعني المقاومة، وقتلوا وقوفه مع التيار الذي يحب العلمانية وينكر وجود الفكر الإلغائي الإقصائي. وبالتالي نعم قد تبدأ سلسلة الاغتيالات، هي رسالة. بالأمس اكتشفوا في لبنان من قال كان يخطط لسلسلة اغتيالات، والآن من هنا. لذلك دائما تكون رسالة إلى شعبنا الحر في الأردن أن انتبهوا. يعني كل ما قلناه في سوريا كان خوفا على الأردن، لأننا لا نتمنى نحن أن نخسر رغم كل ما أتانا من الطعن من العربان. كنا دائما نقول انتبهوا إلى هذه النقطة الجدا مهمة، قيادتكم وعلى رأسها مليككم يأخذكم إلى هاوية، وانتظروا وانظروا إلى ردة فعله كيف ستكون على استشهاد نهاد حتر. أقلها كان يجب أن يتضامن معه مفكرون عندما تم اعتقال رجل لم يقل شيئا، والجميع يعلم بالقوانين الدولية أن ناقل الكفر ليس بكافر، وهو قال هكذا صوروا الذات الإلهية. لكن من يريد أن ينتقم ويسهل هذا العمل، يعني لو كان الجريمة حدثت في إسرائيل في قلب إسرائيل الكيان الغاصب المحتل العدو لرأينا مليك الأردن تضامن أسرع مما تضامن. أبقى في نعم دكتور عمار، أبقى في ذات النقطة التي تحدث عنها وهي ضرورة مواجهة هذا الفكر الظلامي، وأنقلها إلى الأستاذ ضرار. اليوم كيف يجب أن تكون المواجهة بعمل حقيقي فعلي على الأرض لمواجهة نشر هذا الفكر الظلامي التكفيري؟ لأننا نتحدث عن خطر يتهدد كامل الأمة اليوم بهذا العمل لقتل الفكر التنويري. يعني في الحقيقة ما حصل اليوم يثبت بأن هذا الفكر منتشر في الأردن مثلا. نعم. هذا يعني لن نتغطى خلف أصابعنا، هذه الحقيقة. وكما قلت أسلفت بأنه اغتيال الشهيد نهاد حتر أثبت بأنه كان على صواب حين تحدث عن خطورة هؤلاء عبر يعني المرحلة الأخيرة من حياته على الأقل. لكن الخطر الأكبر بأنه حتى اليوم هناك من يدافع عن الفكر الظلامي. نعم. ربما عبر يعني غطاء ما. يعني الآن الأردن منشغل
ومتألم من هذه الجريمة الخطيرة، وهناك من يدعو لاعتصامات من أجل رفض تعديل بعض المناهج كما أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بحجة أنه تم يعني إزالة بعض الآيات الدينية منها، بمعنى لا زال هناك تيار يتغطى بالدين وبحجة الدفاع عن رب العالمين الذي نؤمن به جميعا من أجل إقصاء الآخر ونشر الفكر المتطرف. أعتقد بالدرجة الأولى المطلوب هو خطة طوارئ أردنية داخلية لتجفيف منابع هذا الإرهاب فكريا بالدرجة الأولى، وهذا هو الأخطر. ثم المطلوب بشكل واضح اصطفاف إقليمي دولي في الخندق الصحيح. أكرر، من يريد أن يحارب الإرهاب بشكل فعلي، من يريد أن يحارب الفتنة والتطرف، فعليه أن يقف إلى جانب من يحارب الإرهاب. الذي يحارب الإرهاب بشكل فعلي اليوم هو الدولة العربية السورية، الجيش العربي السوري، محور المقاومة، حلفاء سوريا في المنطقة وفي العالم. هذا هو التموضع الصحيح الذي لن نقبل غيره. وبالمناسبة أقول اليوم آل الفقيد آل حتر وأنسباؤه وأصدقائه اجتمعوا ورفضوا تسلم جثمانه وقالوا بأنهم يحملون المسؤولية للحكومة، وهذا صحيح بالمناسبة لأنها أطلقت عليه أول رصاصة حين جاء في بيان رئاسة الوزراء المطالب بجلبه، جاء فيه إدانة قبل سماع قوله أو قبل التحقيق فيما ما حصل، ثم أطلقت عليه الرصاصة الثانية حين تركته بلا حماية رغم أنها تعلم بأن ثمة الكثير من التهديدات، وكانت عائلته قد أرسلت أسماء 200 شخص قاموا بتهديد ناهض حتر وأهله في الفترة الماضية، وبالتالي هم حين رفضوا استلام جثمانه يرفضون إقامة عزاء، والآن يجتمع كل المخلصين أو من تمكن منهم على الأقل في منطقة يعني في مسقط رأس السيد حتر غرب الأردن. لكن أقول بأنه هذا لا يعني بأن ناهض حتر ابن آل حتر فقط، ناهض حتر اليوم هو ابن كل مخلص في الأردن، وعلى كل مخلص في الأردن أن يقف لكي لا يكون دم حتر إلا سبيلا من أجل التخلص من الإرهاب، من التطرف، من الفتنة الطائفية التي تطل برأسها اليوم. لن نقبل، فليطمئن كل الشرفاء في أمتنا العربية، خطابنا لا زال متوازنا دون أن نفرط بما كنا نؤمن به وسنبقى عليه، ثوابتنا تجاه المقاومة ورفض الفتنة والقضية الفلسطينية ووحدة الأمة العربية والوقوف إلى جانب سوريا ورفض الاعتداء الأمريكي الصهيوني على الأمة وتوحيد هذه الأمة سيبقى ثابتا. لكن لن نقبل أن يذهب دم ناهض حتر يعني دون ثمن. الثمن سيكون أننا سنتوحد أكثر، سنؤمن أكثر بما آمنا به دائما، وسوف نطالب بكل إصرار على بمحاسبة من قتل ناهض حتر، من خطط، من حرض، من نشر هذا الفكر الظلامي، وهم كثر اليوم. وإن أرادت الدولة أن تحاسب فوسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية وبعض المحطات الفضائية تنشر اليوم تصريحات لكثير من الأشخاص الذين يدسون السم في الدسم ويتحدثون بمنطق طائفي. ليس في الأردن مسلم ومسيحي وأردني وفلسطيني وسني وشيعي، كل الأردنيون مخلصون للأردن، ولن نقبل أن يكون في الأردن فتنة أيا يكن شكلها وأيا يكن مطلقها. هذه رسالتنا، وهذه كانت رسالة ناهض حتر، وسنصر عليها ونضعها في عهدة الدولة الأردنية ولا نسامح فيها. أبقى في ذات النقطة دكتور عمار، وهي المطلوب اليوم في إطار المواجهة، اليوم هناك محاولات مستمرة لتشويه الحقائق، وقما كما قال الأستاذ ضرار يجب العودة إلى تصويب البوصلة باتجاه فلسطين. نتحدث اليوم عن آليات المواجهة وضرورة تفعيلها اليوم بعمل حقيقي على الأرض. سيدتي، ما هو عدو الجهل والظلم والظلام إلا الفكر والمعرفة؟ أولا يجب أن نعرف أن من قتل ناهض حتر ليس شخص، من قتله هو فكر. يعني من قتل ناهض حتر هو الذي فجر الإمام محمد سعيد رمضان البوطي، هو ذاته الذي شوى الأطفال في عدر العمالية، هو ذاته الذي سحل جثة الشهيد فادي زيدان بالدبابة. كل هذا الفكر حذرنا منه كثيرا، لذلك لا نخرج بمسرحية أنه تم اعتقال من ضرب أو قتل ناهض حتر. يجب استجتثاس هذا الفكر. لذلك قل لك، من انتخب بالأمس وعول 16 إخواني في الأردن هو نفسه يساعد في تعويم هذا الفكر، ومن ينادي في سوريا إلى إيجاد
إخوان مسلمين ضمن الحكومة السورية أو ناس معتدلين يلبسونهم بألبسة مختلفة لكنهم يفكرون يحملون فكر الدواعش، يعني كما في جماعة 14 أزار سواء أحمد فتفت فؤاد السنيورة، وإن لبسوا وتعطروا وكانت هذا لا يعني لا يغير انتشار الفكر من هذا الموضوع. لذلك يجب أن ننتبه إلى مناهجنا الدراسية، يجب أن ننتبه إلى الخطب التي تخرج من الجوامع، يجب أن ننتبه إلى رجال الدين المتطرفين الذين ينشرون فكرا متطرفا يشترون به بالدولارات. وأيضا هذه دعوة لكل مثقفي العرب بدءا من المثقفين السوريين، يعني لا نقول فقط في الأردن، يعني في بداية العدوان على سوريا من لم يتم شراءه بالدولار حاولوا أن يخوفوه ويرعبوه. لذلك لماذا لا تستفيد من الجندي العربي السوري الذي بالأمس كل طائرات ودبابات التحالف ضربت الثردة في دير الزور، خرج اليوم الجندي العربي السوري ببندقيته الكلاشينكوف وحاملا العلم بيده متحديا كل هذا الموضوع. لذلك لا حرب لأولئك إلا باجتساس فكرهم، وحرب محمد بن عبد الوهاب وفكره التكفيري التي أرادته السعودية. وأنقل هذه الفكرة للأستاذ ضرار بسؤال أخير. أستاذ ضرار، اليوم الدور والمسؤولية الأكبر التي تقع على عاتق المثقفين العرب وأيضا المثقفين في الأردن، هل هناك من توجه من توحيد للجهود في هذا الإطار؟ هل هناك من تحرك؟ نعم 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 بالطبع، يعني تمت مجموعة من الاتصالات حصلت منذ حدوث هذه الجريمة النكراء. تمت لقاء اليوم على هامش يعني الوقوف إلى جانب ذوي الفقر في مسقط رأسه، لقاء وطني سيكون بحجم يليق بالشهيد ويليق بهذا الحدث الجلل. وثم التوجه واضح بأننا لن نخشى إرهابهم لأننا ندرك بأن الجميع مستهدف، لكن لن نخشى إرهابهم ولن نتوقف عن قول الحق وعن حماية بلدنا وحماية أمتنا والوقوف إلى جانب كل من يحارب هذا الفكر الظلامي المدعوم صهيونيا بتروليا أمريكيا. وأعتقد بأنه ما حصل اليوم نعم سيعزز فكرة نبذ أي خلاف جانبي من أجل التوحد خلف مشروع وطني أردني يحمي البلاد بالدرجة الأولى فكريا، يحميها اجتماعيا من تغلغل هذا الفكر، من تغلغل الفتنة التي يراد لها أن تنتشر في الوطن العربي. وأعتقد بل وأتمنى على الأقل أن على الحكومة أن تكون حكيمة بقدر ما كان أهل الفقيد وأحباؤه ورفاقه وزملائه حكماء في ردة فعلهم، أن تكون حكيمة وتسارع كما قلنا إلى الاستراتيجية السليمة في محاربة الإرهاب وإلى وقف كل الأصوات التي تطالب اليوم ببث الفتنة في وطننا وبمحاولة تشويه الوقائع ومحاولة يعني تشتيت الصفوف في الداخل الأردني. لا. يعني بالمحصلة أعتقد نعم سيكون لبعد هذه الجريمة أثرها الإيجابي هو أقل ما يمكن من الوفاء لروح هذا الشهيد ولدمائه، سيكون لها أثرها الإيجابي على توحيد صف المخلصين، توحيد صف المؤمنين بالوحدة بالمقاومة بالعروبة بفلسطين بالأردن، بنبذ الفتنة بنبذ التطرف بالسماح بأن يكون لكل صاحب رأي رأيه دون تهديد ودون مساءلة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ضرار البستنشي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك أستاذ ضرار. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والروائي الأستاذ عبد الرحمن محمود، تحية لك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، اليوم اغتيال الشهيد ناهض حتر، الدلالات الخطيرة التي حملتها هذه الجريمة البشعة في المكان وفي التوقيت، نتحدث عن اغتيال هذا المفكر العروبي أمام قصر العدل في الأردن. أسعد الله أوقاتك. مرحبا بك. وتحية لك ولضيوفك الكرام. الحقيقة كما عرفنا الكاتب والمناضل العربي الكبير ناهض حتر، عرفناه عربيا غسانيا، لم يموت ولن يموت لأنه سيبقى في ضمير الأمة ومشعل للرأي الحر المقاوم. أيها العربي الغساني، سنسأل له ولكل الشهداء السوريين الأبرار مدنيين وعسكريين وشهداء المقاومة اللبنانية البطلة. وأنا بهذه المناسبة
بعيدا عن التحليل السياسي، أود أن أولا أعزي أهله وأعزي العرب الأقحاح في الأردن، وأعزي آل حطب الكرام، وأعزي الأستاذ المناضل درغام الهلسة، هذا الشامخ شموخ قلعة الكرك. أقول لناهض: هي الريح تصرخ حزنا أم تعوي انتحابا، أم المزن راعفات الحنايا اكتئابا، ما الذي أسكت الشدي صداحا وانبرى في عتمة الليل غرابا، أهو الموت يسكب القهر كؤوسا مترعات شرابا. نعم نشعر بشيء من القهر، ولكننا لا نخاف ولن نخاف، وسنبقى على خطوات هذا المناضل الكبير، نقاتل ونستشهد في سبيل الأمة العربية، في سبيل العرب الأقحاح الشرفاء البعيدين عن وسخ وقاذورات الدولارات التي تصرف من آل سعود والصهيونية العالمية وأمريكا. نعم هم اغتالوا قمرا من أقمار غسان العربية في عمان، هذا العربي الأصيل والمقاوم البطل بالكلمة والرأي العربي الحر، ولن يخيفنا لن يخيفنا. صحيح أننا يعني في أسف شديد على خسارة كبيرة جدا لرجل بهذه القامة، بهذا العطاء، بهذه الشجاعة المتميزة، ولكن يا أختي الكريمة أنا أقول بأن النظام الأردني هو ومنذ السبعينيات كان ملاذا لقيادات الإخوان المسلمين وكوادر الإخوان المسلمين، واستمر في ذلك، وكل أهل عمان يعلمون ذلك ويعرفون ذلك. أشكرك، للأسف أن الوقت قد انتهى بالكامل. أشكرك الكاتب والروائي الأستاذ عبد الرحمن محمود، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. السلام لروح الشهيد ناهض حتر، شهيد الكلمة. الشكر موصول بطبيعة الحال للدكتور عمار مرهج الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك دكتور عمار لوجودك معنا. إلى العناوين. الجيش يستهدف الإرهابيين ناريا في الشيخ سعيد تمهيدا لاستعادة السيطرة على الحي. وكاميرا الإخبارية أول وسيلة أعلامية تصل محيط جبل الثردة في دير الزور. ومن المفيد هنا أن نذكر بموقفنا البناء من المسار السياسي، والذي يجب أن يتم في إطار احترام سيادة واستقلال سوريا. على أرضية الميدان الصلبة مواقف حازمة لسوريا وروسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في ملفات الحدث اغتيال الكاتب والمفكر ناهض حتر في عمان، محاولة جديدة لإسكات الأصوات المقاومة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث. يمكنكم دائما متابعتنا عبر موقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت. لكم تحيات فريق العمل، في أمان الله.